قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. الله أكبر يا جماعة، لولا هذا بالإسناد الصحيح كالشمس ربما لا يصدق. يعني تصور أنت متغرب وبتحوش وشريت قطعة أرض وبنيت عليها وسكنت مرتك وامك واخوتك ولم تلميتوا العيلة، انزلت انت على بلدك بعد ما غبت 15 سنة في الغربة، فانك وصلت قلت لهم: لو سمحتوا اطلعوا، بدي اتصدق في هذا البيت للفقراء والمساكين. عمركم سمعتوا في واحد ساوى هيك؟ انا لم اسمع في حياتي، انا لم اسمع. انظر تحويشة العمر، أريد أن أتصدق. هذا الذي حدث مع أبي طلحة، مع أبي طلحة. قال: وإن أحب أموالي إلي بيروحا. فبتقول لك زورتك وين نروح؟ بدنا نروح على البيت القديم، بدنا نسكن في البيت الأرياف القديم، وهذا الجديد المتقن المجود بدنا نجعله وقف لله، مركز تحفيظ قرآن، مركز لإحياء السنة، مركز. دام إلى 15 سنة متغرب وبتجمع دينار دينار عشان، وبعد ما تبنيت العمارة اللي حطيت عليها دم قلبك وفرحنا إن طلعنا من بيت العيل القديم وسكننا في البيت الجديد، تيجي الآن تقول لي أخرج لأن هذا أحب أموالي إلي وخلينا نرجع للبيت القديم عشان نبدأ صفحة جديدة ونكون طبقنا هذه السنة؟ شو ماله هذا؟ هون هذا ما حدث مع أبي طلحة. يعني شيء يا جماعة، الصحابة رضوان الله عليهم حققوا تزكية الله لهم، لأنه اللي سووه شيء لا يكاد يتصور. انت انزل الامر على نفسك، تصور نفسك في هذا الامر. روح اتغرب على السعودية 15 سنة، اشتغل ليل مع نهار، بعد ما تبني وتسكن وبيتك القديم وتسكن في البيت الجديد، والدتك فرحات واخوتك فرحوا واولادك فرحوا وزوجتك، وجوز عندك زوجتين ومبسوطين في هالبيت، تيجي عليهم من السفر: السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، جزاك الله خير على هيك سكنة، والله هذا بيت العمر، والله فرحنا، جزاك الله خيرا، مليح اللي طلعنا من البيت القديم، شوف له صرفة. لا، ارجعوا عليه. نعم، شو نرجع عليه؟ تصدقت في سبيل الله. مو انت قاعد بتقول لي انا سلفي، ترجع بتقول لي سلفي، بايش سلفي؟ بتحرك اصبعك؟ هذا جزء من السنه. لابس جداشي الى نص الساق؟ هذا جزء من السنه. اطلقت لحيتك؟ هذا جزء من السنه. بدنا اشياء لم يفعلها غيرك. وين؟ وين؟ السلفي. هاي السلف، احذو يا اخي، اتبع، اتبع. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال: وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شئت. وهذا هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث. فقال: بخن. ما معنى بخن؟ كلمة متى تقال هذه؟ قال: بخن. قال ابن الملقن: كلمة تقولها العرب عند قبول فعل من تخاطبه. أنت تخاطب واحدا فيفعل فعلا أنت تحبه
فعندها تقول بخن. انظر، اطلب العلم. حاضر. دخل المكتبة 4 ساعات فتقول له بخن. يا جماعة، كم من انسان قال لي سأطلب العلم، قلت له ابدأ بالتدرج، المهم تعيش بين الكتب، بدك في البداية تقعد ساعة في المكتبة، بعدين بعد فترة تقعد ساعتين، بعد فترة تقعد 3 ساعات، حتى تعيش مع الكتاب واللي بتتعلمه تطبقه. قال ايه سهل. لغاية الآن ما بدأ، لم يبدأ. وكذلك الصدقة، ايه سهل، انفق وقت الجد شماله يبطل. يا جماعة، كم من انسان، وهذا قصص حقيقية، مات ابوهم وارادوا ان يتصدقوا عنه ب100 مصحف، فاذا بهم بعدما اتصلوا وحجزوا وتم اعداد المصاحف لارسالها لهم، اذ باحدهم يتصل الغي الطلبية. شوفي الورثة اختلفوا مع بعضهم البعض. مجرد انك متت يا حبيبي راح يتذكروك اولادك، لكن الى متى؟ بعدين بنسوك، سينسونك، سينسونك. فانت اللي ذابح حالك وقاتل حالك ومش راضي تنفق عشان اولادي سينسونك. لا، ابو طلحة ما عنده هذا الاشي، ما بدي استنى اولادي ومولادي، اللي رزقني برزقهم، انا فرصتي احصل الاجور. اسمي ده مجاهدة نفس، مجاهدة نفس. كم من انسان قال يا شيخ انا مستعد اوصل الشباب على الدرس رايح جاي، جزاك الله خير، والله هيك بتريحنا. سواها شهر شهرين بعدين ايش؟ وقف. واحد ثاني قال يا شيخ لا انا مستعد ادفع اجرة المواصلات عن الاخوة رايح جاي، قلت له جزاك الله خير ادفع. شهرين ثلاثة يقول وقفت. هذا هو مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. فكان من انسان يقول لك ولكن شو، هل بيستمر؟ هل بيستمر؟ كم من انسان قال انا تلميذ الشيخ علي، تمام، لكن هل استمريت؟ كم من انسان قال انا تلميذ الشيخ مشهور، تمام، بس هل استمريت؟ وهكذا. انا تلميذ الالباني، ممتاز، هل استمريت؟ العبرة الاستمرار. وهون ابو طلحة مباشر فرص ما بيتها، لانه اذا بيتها شو بصير؟ في مجادلة النفس مرة اخرى. انت بس تطلع زكاة مالك فيها مجادلة للنفس، فمباشرة افصلها عن مالك. ليش؟ حتى ما توقع في مجاهدة نفس مرة اخرى. تتفرج هيك هذاك الفقير، طب امكانه يتعب يا اخي، يحصل له شغلة، رجله مكسورات هن ولا فاشل بالمرة، هذا بنعطى؟ او بدك تعطيه، لانه هذا انسان سبحان الله اداري فاشل وراح يهلك اذا انت ما اعطيته، بدك تعطيه. في مجاهدة للنفس، هو قاعد في البراد وانت قاعد تعبان وهل كان وبس حو تفضل. مجاهدة للنفس. فاليد العليا خير من اليد السفلى. شوف الاخوة الله يجزيهم الخير اللي جابوا لنا افطار الان، شو التعب اللي تعبوه، يعني مش بس دفع مال، راح وقف عند المطعم، وقف على الدور وشرح وحمل ونقل وجاب ورجع، ايه 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 ايه، يعني مش الشغل اللي بس دفع، شوف قديش تعب. كل هذا مجاهد للنفس. بس هل يستمر؟ لو تقول لك ثاني ما شو، لا استمر. فهذا ابو طلحة، يعني الموقف لو بدنا نحكي عن ما بخن، بخن.